انا سميتي عائشة صريدي وعندي 28 في عمري، ومشيت للسعودية نخدم، تزوجت مغربي. ملي دخلنا للمغرب داك، المهم هو راح حلو المغرب وانا تبعته. ملي تبعته ما بغاش يدير لي السكنة، بقيت كندور بكرشي حاملة بحال هكاك. من بعد مشيت عند امو ما قبلتنيش، مشيت كنطلب البوليس، هادو مشاو عند امو قال لها دخلها وهي حاملة تتولد، وصافي دخلتني ديك ليله بيت. صلغت لي كرات لي بيت، ملي كرات لي بيت من بعد غير ولدت انا، مشات هي ولدها وما رجعوش، وبقيت انا وبنتي كنضرو في الشارع. ملي رفعت الدعوه للقاضي في المحكمه قال لي ديري اهمال الاسره، درت اهمال الاسره في عند المحكمه ديال اهمال الاسره. ديك الساعه خلاو، المهم بقاو تاخروا، البوليس راجلي 20 شكايه عندي وما خداوش لي حقي. كل مره طالعه هابطه للمحكمه، دابا واش 7 شهور 8 شهور باقي ما داروا معايا والو. دابا بنتي عندها عام، خلاو راجلي تهرب الامارات، عاد تيقولوا لي تيدخلوا نشدوه. راجلي انا قال لي عمري ما غندخل، قال لي عمري ما غندخل المغرب، وعيط لي ووراني فيديوهات وتصاور مكسي مهلي في راسو. قال لي انا ما بقى لي والو، غنتزوج اميره بنت الامارات، قال لي وغندير الجنسيه وعمري ما غندخل المغرب. انا ما يمكنش نبقى نتكرفس انا وبنتي في الشارع. انا بغيت المسؤولين يصيفطوه، لان عيطت للبوليس في الامارات قالوا لي الا صيفطوا لينا البوليس ديال المغرب ميساج غادي نصيفطوه، حيت راجلي روشيرش عند البوليس. قالوا لي الا صيفطوا لينا ميساج غادي نصيفطوه. مشيت عند البوليس قالوا لي احنا ما يمكنش نصيفطوا لك ميساج، هذاك غير اهمال الاسره. انا انا عندي محضر درته من يالله ولدت وانا في الشارع، بقى مريضه يعني عاجزه نخدم ولا ندير اي حاجه انا وبنتي. انا لا بقى مراته ما مطلقاش، وكنبغي نخدم ببنتي، تيقولوا لي ما يمكنش تخدمي ببنتك، ما عندنا ما نديرو لك. مشيت للايواء لواحد الجمعيه دايره بحال الحبس، حيدوا لي التليفون، بنتي صغيره كترضع، تيقولوا لي خليها تغوت وجي غسلي الماعن وجفي، وعطوني الخبز محروق وما واكلاش نهار كامل وكنت كنرضع. ملي سولت واحد البنت قلت لها علاش كيديروا هكا، قالت لي باش مره اخرى ما ترجعيش. وقلت لها واش انا كنت عايشه في السعوديه بداري بخير غنجي نقلب على ايواء في النجلس؟ ما يمكنش، انا ما جيت لهاد الجمعيه الا وما عنديش فين غنمشي. صافي شتهم كيتكرفصوا بزاف عليا وعلى بنتي، هزيت بنتي وخرجت للشارع. وخطبني سعودي قبل ما نتزوج براجلي، حيت مشيت نخدم، خطبني سعودي من كفيلي، وكفيلي بغى يحماق، كيقول لي تزوجي بيه حيت غيشد مورايا الفلوس. قلت ليه لا، قلت ليه انا عطيت الكلمه لواحد المغربي غيتزوج بيا. قال لي مغربي ما عندوش الفلوس، ما عنده ما يدير لك. قلت ليه لا، انا سواعده كنسمع عليهم ما مزيانينش، وشحال من بنت كتمشي كيتكرفصوا عليها، انا خفت يتزوج بيا داك السعودي ويلوحني. هادشي علاش كنفضل انا مغربي. ملي تزوجت بالمغربي داكشي اللي خفت منه هو اللي طحت فيه، وتكرفست بزاف. كنقول كنت جوجت سعودي على الاقل كنت تفرق معايا، كان يعطيني فلوس ولا اي حاجه. هذا المغربي ما عطاني لا صداق لا حتى حاجه، تزوج بيا ولحني انا وهاد البنت في الشارع ومشى. انا ما عنديش اللي غيشد ليا بنتي، دارنا ما بغاوش يشدوها. امي خدامه قالت لي ما يمكنش نشد لك بنتك ونجلس من الخدمه، انا دابا كندور غير في الشارع. انا بغيت الناس اللي في الامارات واللي عندهم استطاعه يصيفطوا راجلي ولا يجيبوني تما يعاونوني ناخذ حقي. انا الا بقيت في المغرب عمري ما غناخذه، حيت راجلي صافي خطب وحده من الامارات وغيتزوج بها وغيدير جنسيه، وانا وهاد البنت غنضيعو هنايا. تعرضت بزاف، انا نهار جرى عليا راجلي وانا نفسه مشيت داك الجامع الكبير في كازا، مشيت جلست حدا هذاك بالليل، وجاو جوج دراري بغاو يديوني من تما، جاب ربي لقيت العساسه تما. تعرضت تحرش، ولكن ربي تيدير السبب. انا غير قبيله كنت دايزه كنشكي على مول الطاكسي، قلت ليه بغيت شي اذاعه حيت ما لقيتش شي اذاعه في كازا، راه من الصباح انا كندور في الطاكسي باش لقيتكم. قال لي سيري الكنيسه ديال اليهود، قال لي هذوك راه غتلقى فيهم الاسلام. ومشيت بغيت ندخل، حيت صافي تنقول بنتي غضيع عليا في الشارع، نقدر ندق اي باب ما كيهمنيش، وربي راه عالم اللي في قلبي. ومشيت وما خلاو، سبحان الله ما خلاونيش ندخل. قلت لي انا نمشي وربي ما بغانيش ندخل، ما دخلتش لديك الكنيسه. انا كنطلب من المالك ديالنا هو ياخذ لي حقي. انا تكرفست بزاف، وما لقيت من ناكل في الشارع. انا كنت زوينه، وكنت والله في راسي باللباس، وكان عندي اغلى تليفون كنت كنشري.
انا ملي تزوجت بهذا لقيت راسي في الزنقه، ما قادر انا نخدم لا ندير حتى حاجه، ما رجعت نطلب الخبز باش ناكل في هاد البلاد. انا ما نكذبش عليك، كنطلب من الملك ديالنا يا ياخذ يا حقي ولا يبدل لي الجنسيه. ما بقيتش بغا نكون مغربيه، انا كنت غنقلق بنتي، لا كانت بنتي بقى الله عندها عام وعتصابت الاغتصاب. انا ما بغاش نكون مغربيه، بغيت الجنسيه نحيدها. انا كنطلب من الملك ياخذ لي حقي. انا ملي كنشوف بنتي بقى صغيره وجوج سكرانين بغاني يديوني كنكره راسي، حيت انا بنت هاد البلاد. انا كنطلب من المالك يدير لي حل، ما يخلينيش كنتكرفص انا وهاد البنت. ما تقولوش ليا تيجي ولا تيدخل، حيت راجلي عمره ما غيدخل. راجلي صافي تجوج باماراتي ولا ما عرف، قال لي انا خاطب وحده اميره، قال لي وغنتجوج بها، قال لي وغندير الجنسيه، قال لي انا عمري ما غندخل المغرب. انا كنت كرفص، انا كنت مالية في راسي، دابا رجعت كنخلع انا وهاد البنت. ما راقي لا باش ناكل لا في البيت لا حتى حاجه. انا كنطلب من الملك ديالنا ياخذ لي حقي. هو ميساج واحد الى صيفطوا البوليس رجع راجلي غيرجع للمغرب وغيعطيني حقوقي وغيطلقني، وما غنبقاش انا وهاد البنت في الشارع، ما نبقاش انا وهاد البنت كندور في الشارع ما عندنا لا باش ناكل ولا حتى حاجه. انا دابا حاليا ما عندي لا حليب ما عندي حتى حاجه. بنتي عندها عام، كنت كنرضعها يلا البارح فطمت بنتي، يلا البارح حيت لها البزوله غير البارح، ما عنديش باش نشري لها الحليب، ما عندي والو. انا كنطلب من الملك، انا ماشي كنسعى، حيت انا درت واحد الفيديو تيقولوا لي البنات في التعليق احنا ما عندناش مع المتسولين. انا ما كنسعاش، انا بغيت حقي، انا ما كنسعاش. انا كنت عايشه اميره ومهليه في راسي، انا كنخدم كنجيب فلوس صحيحه بصدامي ديما عامر، ولكن دابا ملي تزوجت عاجزه نخدم وعاجزه ندير اي حاجه. ما كاينش اللي غيقبلني انا وبنتي، ما كاينش حتى شي واحد ما غيقبلني انا والبنت نخدمه. انا اي دار كندق ليها كنقول لها نصبر لك ندير اي حاجه، كلينو البنت انا وبنتي، كتقول لي لا، تتقول لي بغيتي تخدمي ما تكونش معاك البنت. فين غندي بنتي؟ انا ما نقدرش نعطي البنتي لشي واحد. انا كنطلب من المالك، هذاك الراجل اللي تكرفص عليا ولا حني في هذه البلاد. انا كنت عايشه في السعوديه بكرامتي وخدامه، اللي لا حني في هذه البلاد يجيبوه. المخزن ديال المغرب ما بغاش يسد داك الميساج، المخزن ديال الامارات قالوا لي لا صيفطوا لنا ميساج ردوه.